هنبدأ أول حاجة بالثوم. موسم الثوم كل سنة وانتم طيبين، موجود دلوقتي الأبيض والأحمر. في ستات كتير قوي لما بتيجي تقف قدام الراجل بتاع الثوم بتبقى محتارة تشتري أبيض ولا تشتري أحمر. هنقولها دلوقتي قاعدة أساسية، الأحمر إن هو يتشال من السنة للسنة في البلكونة، وهنشوف هنشيله إزاي. الأحمر للتخزين أو للتعليق، الأبيض للتفريز للفرم، ده للتخزين والتاني للفرم. الأبيض إيه الفرق بين الأبيض بقى والأحمر؟ إن الأحمر قشرته تقيلة، قشرته ناشفة، هتستحمل معانا إن هو يتشال، مش هيفضى بسهولة. لكن الأبيض قشرته ناعمة وخفيفة، مجرد لو علقناه علشان نخزنه من السنة للسنة هنلاقيه إن هو بدأ ينشف، بدأ يفضى، بدأ من جوه يبوظ ويكش. فعلشان كده لما نيجي نعلق التوم في البلكونة عشان نحفظه من السنة للسنة نعلق الأحمر عشان يستحمل معانا، لكن لما نيجي نفرم التوم ونشيله في الفريزر بنفرم الأبيض. تمام كده؟ يبقى دي قاعدة، التوم الأحمر للتعليق أو للتخزين من السنة للسنة، لكن للتفريز التوم الأبيض.